هسا بدي أدمج خبرين بخبر واحد، خبر شائعات جيني بقضية سينغري وعودة فرقة بلاك بينك المفاجئة على مود يغطوا هاي الفضيحة. أوكي، بدي أعمل حلقة وصل وإنتوا افهموا مثل ما بدكم. هسا مستحيل نختلف بأنه وكالة YG Entertainment التابعة لبلاك بينك وأيضا لبيك بانك اتدمرت رسميا، أسهمهم اتدمرت رسميا. إذا إحنا الأسبوع الماضي تكلمنا أنه تقريبا أسهمهم نزلت ل 14% هسا أكثر، لكن الفضيحة اللي ارتبطت مع جيني من بلاك بينك ما بعرف شنو الدليل أنه ما تم تسريبه، لكن هل إلها يد بالموضوع أو علاقة بالموضوع؟ أتوقع لا، ولكن شوية شائعات مست جيني من بلاك بينك بهالقضية هاي. الوكالة طلعت وقالت إنه أي شخص بطلع شائعة غير مؤكدة، شائعة يعني ماكو دليل بها، رح يحاكموه، رح يقاضوه، رح لآخره، وعلى مود إنه الناس تنسى هذا الكلام وهذا البروباغندا التافهة، وبلشوا كثير يتكلموا عن جيني وجيني وجيني وجيني. قررت وكالة YG Entertainment بشكل مفاجئ تعلن عودة فرقة بلاك بينك الشهر القادم، رغم انه البلينكس بيعرفوا بانه اكو تور اوروبيا عالمي رح يبدا الشهر القادم لفرقة بلاك بينك. يعني هذا الشيء كان غير متوقع او كان شيء مفاجئ، او انه الوكالة على مود تغطي هاي الشائعة لهت الناس بهاي العودة. لا، والفضيحة الثانية لما كانوا فرقة بلاك بينك بامريكا، بانه قالوا بانه حطموا رقم قياسي وصلوا العالمية، ما اختلفناش، شفناهم ببيلبورد واكثر من انترفيو عالمي والاخره، ولكن اللي تم تسريبه بانه بحفلتهم بامريكا ما تم بيع كل التذاكر. اوكي، رغم انه قالوا بانه تم بيع كل التذاكر، معقول هذا الشيء صحيح؟ واذ طلعت الدلائل بانه فعلا فرقة بلاك بينك ما باعوا كل تذاكرهم بحفلهم او التور اللي صار بامريكا. جمعت لكم بعض التعليقات المسيئة لفرقة بلاك بينك. أنا مش ضد فرقة بلاك بينك، أنا بقولكم فرقة بلاك بينك فرقة عالمية غصبا عليه، اللي قال آه واللي قال لا، سواء عندهم أغنية أو أغنيتين أو عشرة أو مليون، هم فرقة عالمية تعبوا على حالهم، ولكنهم مظلومين شوي من ناحية عودات انطلاقات ألبيم. يعني الوكالة مش عم تنزل ألبوم كامل، ميني 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 أو ألبوم مصغر يسمى بالعربي. أوكي، إحدى التعليقات اللي لفتوا انتباهي أقرأ لكم إياهم. هل اعتقدت وكالة YG بأنه بلاك بينك سيصبحون فرقة بانكتان من خلال التلاعب الإعلامي؟ YG اللي هي وكالة YG قضوا أكثر من 10 سنوات في استغلال العامة بتلاعبهم الإعلامي، والناس لن يخدعوا بتلاعبهم الإعلامي بعد الآن. جميعنا يعرف بأن جولتهم في أمريكا الشمالية لم تكن من أجل الأرباح، بل كانت من أجل حماية أسهمهم. والتعليق اللي لفت انتباهي، هل بإمكانهم حتى إقامة حفل بتسع أغاني؟ إنف لن أتكلم عن هذا الموضوع، بس الأرقام تشهد بأن فرقة بلاك بينك فرقة عالمية.